تحت شعار أفق وضمن مشاركة 377 عملاً فنياً في مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته 21، تحتضن واجهة المجاز المائية مشاركة الفنانة الإماراتية فاطمة لوتا بالعمل الفني معراج، الذي يطرح بصورة إبداعية كموضوع فني تركيبي عمارة المسجد بلغة حسية وبصرية في آن واحد، ليحمل الكثير من الدلالات انطلاقاً من فلسفة دينية وفكر جمالي إسلامي، حيث تكافئ الدلالة الفنية الفكرية المدلول الروحاني لكل ركن من أركان المسجد الأقصى. أنا كنت قصدة من اللقاء كأن القبة نفسها ترحل لتلتقي، حماية أنا أقول ورغبة في الإحساس بالنور. يعني السكتشز اللي أنا سويتها المفروض تكون فلوتينج، يعني طايرة، عشان تعطيك الإحساس بالخفة والطيران بالفعل. يعني عندها فيها 4 جدران، والجدران مش قصدة يعني 4 ولا 5، ولا هم جو 4. الجدران محماية بحديد، وهذا مقصود إن يحمى، وكأنه قصد، يعني أنا قصدة أن هاي الجدران محمية بالحديد حماية للمكان. عمل فني تأخذ عناصره المتلقية بنور عظمة القبة الشاهقة بفضائها المرتفع وحالات الثبات الرصين للدعائم الحديدية للبنية المادية للمسجد بإحالاتها للانتماء والإيمان الراسخ في القلوب. الجميل في المهرجان الفن الإسلامي اللي في الشرق هي كيف يعبر فنان من أوروبا، فنان من أمريكا، عن الفن الإسلامي، وهذا أجمل حاجة فيه. يعني إن فنان بديانة مسيحية ولا ديانة بوذية مثل اليابانية وعملها الجميل يعبر عن الفن الإسلامي. قاعدة قبة الصخرة تشكيل مؤلف من تطابق مربعين على شكل نجمة ثمانية، بناء على علاقة المربع بالدائرة من القاعدة المؤلفة من مربعين ثمان زوايا نحو الأعلى، له دلالاته. وفي قبة الصخرة تحديداً يكون الانتقال من القبة إلى القاعدة، أي الانتقال من الدائرة إلى المثمن. الفن الإسلامي قادر على أن يتكيف مع الحداثة. أن الفن الإسلامي ليس منغلقاً، هذا الفن الذي يمتاز بأن النور يأتي من كل جوانبه، بمعنى أن لربما اللوحة الحديثة ثمت بقعة ضوء تأتي من زاوية معينة، لكن الفن الإسلامي الفضاء النوراني يأتي من كل الجوانب. معراج أحد أهم وأكبر مشاريع الأعمال الفنية المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية، الذي أضحى بتراكميات أعماله الفنية الإبداعية علامة فارقة في الفن الإسلامي وفي الساحة التشكيلية العالمية.